مهرجان القرين الثقافي الرابع والعشرين والذي اختتم فعالياته مؤخرا شهد أحد أهم المعارض والذي تمثل بعرض الآلات الموسيقية القديمة في الخليج محتويا على العديد من الآلات والمعازف الشعبية التي اشتهر بها سكان الخليج واليمن وما زالت متداولة إلى يومنا هذا. نتمنى حقيقة أن يحوز حقيقة على ذائقة المجتمع ونحقق هدفنا من خلال نقلنا البرنامج الثقافية بالتجليات المختلفة في هذا المهرجان المهم، منها المعني في الموسيقى والتراث. معرض الآلات شهد حفلات غنائية من التراث العدني القديم وكذلك بعض الألحان الشعبية الكويتية بأداء الفنان خالد الملا. في هذه اللمسية الجميلة معرض للآلات الموسيقية التقليدية في الجزيرة العربية، وهي من الآلات القديمة جدا وتثبت للعالم التنوع الثقافي الإنساني في هذه البقعة من الأرض. ووضعنا ما يقارب 50 آلة موسيقية مختلفة تمثل جميع الدول اللي في المنطقة. تراث ممتد منذ عشرات السنين يطرب له أهل الخليج، امتد سحره للدول العربية وبعض الدول الأجنبية لما له من توازن سمعي طربي في الأذن الموسيقية. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.